السلامة، مرحبا بكم. اليوم جيت وجبت وصفة جديدة كالعادة معايا باش نطيبوا مع بعضنا كسكسي بالقرنيط. عندي لهنا كما تشوفوا كعبة قرنيط، عندي لهنا طماطم مغرفة ونص، طماطم معجونة مغرفة ونص، فلفل أحمر بابريكا، فلفل أسود، ملح، تبلو كروية، كركم. لهنا عندي زيت زيتونة، عندي الخضر اللي هكا جزر، بطاطا، أقرع، وهذه الفلفل للتزيين. عندي لهنا ثوم، حمص، وبصل قطعته جراير. نبداو بسم الله. ندخل هنا القرنيط متاعي بسم الله، ونضيفه هكا. باش نضيف عليها البصل والثوم والحمص، خليها تتقلى شويه هكا، تدخل فيها التفاحات نتاع لهنا. بديت نقلي في القرنيط نتاعي، شوفوا كيفاش اللون نتاعها تبدل، بدات تحمر هكا. لهنا هذه القرنيط نتاعنا تقليت كما تشوفوا هكا، شوفوا الكولور نتاعها تبدل شويه، حمرت بسم الله. توا باش نضيف التفاحات نتاعي الكل هكا، نحرك باش تدخل اللفاحات الكل في القرنيطة نتاعي. انا ما كثرتش برشا ملح على خاطر كما تعرفوا انا القرنيطة حكيتها، معناتها نظفتها بالملح. بسم الله، خليها هكا تتقلى شوية باش ما تجيناش مالحة. هي تتقلى لهنا بسم الله، باش نضيف الماء السخون بسم الله هكا. نضيف الماء السخون نتاعي هكا، هذه هكا الكسكسي نتاعنا. خليت رطل، ضفت عليه شويه زيت زيتونه. انا باش ندخل هذيك زيت الزيتونه في وسط الكسكسي هكا، نبسبس معناتها، نحاول نبسبس الكسكسي نتاعي هكا، ندخل فيه الزيت كامل. ومن بعد نضيف شويه ماء دافي هكا ونبلو هكا. بالنسبة للمتابعيني في دول أخرى، هذه هي الكسكسي التونسي نتاعنا كما تشوفوا هكا، كل واحد وطريقته معناتها في الكسكسي هكا. باش نزيدو شوية ماء. بالنسبة لي أنا معناتها لهنا الماء بالعين هكا. نحاول ندخل الماء فيه كامل هكا بشوية، ونخليه يرتاح شوية، وبعديك نفوره فوق المرق نتاعو. لهنا هذه القرنيط نتاعي بدات بشتر طيب. انا لهنا باش نضيف السنارية نتاعي ولا الجزر، شوفوا كيفاش باش نضيف الجزر هكا، نخليه يطيب على خاطر الجزر ياخذ شويه طيب، ياخذ شويه وقت في الطيب. لهنا حطيت الكسكسي قاعد يفور، نجي لهنا باش نرمي الخضره نتاعي، هذا هكا القرع والبطاطا. سي القرنيط نتاعي طاب،
اولا هنا حطيت الكسكسي نتاعي بعد ما طاب، حطيته في وسط الشقاله نتاعي. بسم الله لهنا باش نجي نصب المرق نتاعي هكا من الفوق، بسم الله هكا باش نسقيو الكسكسي. بسم الله الكسكسي نتاعنا بالقرمي تاع دار. نودكم ولا نشهيكم، ان شاء الله تجربوا الوصفه وتعجبكم. في وصفه اخرى وبسلامه.